السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذيك المحاضرة تعلمنا شلون نضيف البارامترات الأكثر حساسية، وشلون نحدد النمبر اوف سيموليشن، وننطي الرينج، وعلى أي أساس. تمام عيني. اليوم محاضرة بالمناسبة، إذا كان عندك باراميتر غير متوفر ضمن هذه اللستة، أيا كانت غير متوفر، فبإمكانك يعني سبيشال خاص جديد تضيفه من هنا، insert استدعاء new parameter. تمام عيني. او important new parameter، فاذا باراميتر جديد ما موجود ضمن هاي اللستة تقدر تستدعي. هسه خلصنا احنا من البارت الاول، ننتقل على البارت الثاني اللي هو هذا. تمام، هذا البارت الثاني اللي هو هياته مفتوح. هذا البارت الثاني نفتحه هنا. نجي هذا البارت الثاني شبيه اليوم نسولف عنه، يسولف عن طريقة الكالبريشن اللي راح نستخدمها. احنا سبق وسولفنا، قلنا عدة طرق للكالبريشن البرنامج. احنا من البداية حددناه من انشأنا الكرييت نيو بروجكت من هناية، قال اطلبي نيو، قال اطلبي يعني طلب من عندي انه اني احدد له نوع طريقة الكالبريشن. طبعا هاي اكثر الطرق المستخدمة، لكنها تكون غير ريلايبل لما تكون اللي توصل المعادلات والسيستم نون لينير. فأسل هنا حددنا هاي الطريقة تلقائيا راح تطلع لنا حسب الطريقة اللي انت محددها. نجي هنا يطلب اثنين اشياء، الستارتنج سيموليشن نمبر، منين يبدي؟ من الواحد، نو بروبلم. الاندنج سيموليشن نمبر ينتهي عند من؟ ترجع لهذا. شقد؟ 50. اذا هنا يصير 50، يجي ألف يصير ألف. ألفياً أنت شقد منطرة من number of simulation لهنا؟ ending number of simulation. هسه هنا ماكو مشكلة. نجي على اللي بعده اللي هو file calibration. هاي طريق الفايل مالته، أول الماستر watershed file calibration project description. هاي منطيك المواصفات وكذا، يعني هاي الأمور يعني دي يقول لك انت حتسوي ده تشتغل بالسوات كاب. كان يا يوم اليوم 21 او 22 بال23. نجي هسه الفيجر هاي لير، انت تغير بس هنا، هاي تغييراتك هنا تصير. هاي شو قصد بيها الاختصار؟ يقصد النمبر اوف يير سيموليتد، ايش قد عدد السنوات اللي انت راح تستخدمه للسيموليتد. طيب ست، انا شلون احدد هذا الشيء؟ انت اصلا بالاصل ايش قد متوفر عندك سنوات اوبزرفيد؟ ايش كم سنه؟ انا هسه بالنسبه الى يعني الدراسه اللي اخذتها، والمناسبه سويت لكم فيديو كامل اللي هو شلون انت تحضر البيانات الفعليه حتى تستدعيها للسوات كاب. سويت كتبت بريبير اند اكسماين الدسشارج ديتا او الاوبزرفيت ديتا تفصيلي بالكامل ضمن البلاي ليست الخاص بالسوات كاب، تقدر ترجع له حتى تعرف شلون احنا انجزنا هذا الملف الاكسل، لان بعدين راح ناخذه نستدعيه لمن؟ للسوات كاب بضمن الاوبزرفيت ديتا وانا احتاجها. نجي طيب شلون تحدد السنوات؟ انت تحدد السنوات على اساس الموجود عندك. هسه انا عندي صراحه من 2000 راح ابلش الى 2015، فشقد كم سنة عندي؟ عندي 16 سنة، عندي 16 سنة. تمام عيني. هسه أنا من هنا راح أبلش من 2000 إلى حد 2010، 11 سنة، 2016 سنة. هسه نجي فشنو أقول له هنا؟ أرجع للبرنامج مال سوات كاب، أقول له أنا عندي 16 سنة. راح هو هنا الستاندرد مالتك مطقية 27، أنت تغيره على حسب، مو يعني 16 ثابتة. أنا اللي عندي 16، يجوز أنت عندك 5 سنوات، يجوز عندك 3 سنوات حسب المتوفر. تمام، أنا حكتب هنا 16. نجي من يا سنة السيموليشن مالتك بادي؟ من يا سنة؟ أنا من 2000، فراح هو مطيك الستاندرد 1995، غيرتها للألفين. نجي البيندينج يعني البيجينج داي أوف سيموليشن، ابدي من يوم واحد يعني ايام السنة ايش قد تريد؟ من يوم واحد الى 365 يوم. تمام عيني. ending day هو 365 يوم، هاي يقصد بها الايام، ابدي من اول يوم بالسنة الى 365 يوم بالسنة. تمام، هذني ما يتغير النمبر اوف ريجريشن كذا، البريسبيتيشن هاي بعدين تفيدك، مو انت عندك ضمن الامور اللي راح ترسمها بعدين هو الووتر بالانس،
الووتر بالانس هو علاقة الموازنة المائية، هو علاقة الرن اوف سيرفيس رن اوف مع البريسيبيتيشن. راح ان شاء الله نجي نوضح لكم اياه، اصلا اكو فقرات خاصة بالووتر بالانس، انا حتى هنا انا ما حبيت انوه عليها قلت مو وقتها، بس اكو فقرات خاصة اصلا بالووتر بالانس اللي هي بعد الاوبزرفيد وبعد مو هنا اكو يعني بحث خاص يسولف على الووتر بالانس، فضروري تنتبهون لهذا الموضوع. تمام، عين شوف هسه هذا مبين لك السنوات او يعني هاي نتائج الكالبريشن وهاي نتائج الفاليديشن. لاحظ اهم فقره تنتبه لها، السنوات اللي تاخذها للكالبريشن تختلف عن السنوات اللي تاخذها للفاليديشن. تمام، عيني دائما ذاك متاخر وهذا اقدم. انا صراحه اخذت هذه السنوات وقلت من 2016 الى 2020 استخدمهن للفاليديشن. اوكي عيني، هسه نجي هناي هاي الديسشارج ميجرمنت، هذا الووتر بالانس. لاحظ هذا الووتر بالانس، عندك احد الفقرات اللي انت لازم تشرحها تشرح الووتر بالانس. يعني شنو الووتر بالانس؟ يعني مقارنه الاوبزرفيت اند سيموليتد فلو مع البريسيبيتيشن السقيط. تمام، هذا الاوبزرفيت والسيموليتد مع البريسيبيتيشن يكون رسمك بهذا الشيء. ان شاء الله راح يجي وقته ونتناوله ضمن فقره الووتر بالانس حتى نشوف تاثير الامباكت اوف كلايمت تشينج على على السيرفس. انا هسه احنا بصدد عن هذا الموضوع بس حبيت انوه لكم انا حتى تشوفونه. فهذا دا يقول لك هنا الويند وغيرها بعض الكلايمت تشينج الفوركاستنج. هاي الفقره الثانيه انتهت، ننتقل على الفقره الثالثه. الفقره الثالثه هاي ما بيها تغييرات صراحه، يعني هنا كامله مثل ما نقول. بس هنا دا تلاحظ انه ينطيك ايضا بعض البارامترات، هذا البارامتر اوف اكسترنال بروجرام وغيره، هذا الكيرف نمبر هاي يشرح لك اياهن وكانه توتال هيت ترانسفير، هاي الابسوليوت سوات فاليو ده يشرح لك اياها. بعدين ننتقل على الاوبزرفيت. تمام، هسه هنا ننتقل على الاوبزرفيشن داتا. اول شيء احنا ضمن الريتشارج تحدد هاي الفقره، هاي ضروري يتفعل، هذا ما تحددت خليه هنا ما يعني راح تصير التفعيل اقل. فهسه تحضم من ضمن الريتشارج، فهذا حددته ضمن الريتشارج. تمام عيني، هاي لغيتهن اثنيناتهن، راح التحديد حددت الريتشارج، حدد هذا اضغط عليه، هو منطيني بيانات ستاندرد من يمه. اول شيء نجي على وحده وحده، شو تقول هاي البيانات؟ تقول اول شيء نمبر اوف اوبزرفيد فاريبل، انت كم متغير فعلي اتقشته بالواقع راح تدخله للبرنامج. انا صراحه جبت بس التصاريف، الديسشارج الرن اوف السيرفيس رن اوف اللي منطقتي مقاسه وجبت البيانات، فانا عندي فاريبل واحد اللي هو الديسشارج، ما جبت له لا سيدمنت ولا غير امور. فاجي هنا للبرنامج اغير هذا الرقم الستاندرد اللي هو مطي 4 جيد، اسوي اني اسوي واحد، خلصت. اجي الفلو اوت، انت شغلك حيكون ضمن اي سب بايزن، يعني خلينا نجي نفتح برنامجنا، اما اخاف ياخذ وقت ما اريد اخركم، راح افتح لكم صوره معينه. هاي هنا لاحظ هاي الصوره، بس بدك تفتح هاي السب بايزن مال منطقه الدراسه. انت عندك منطقه الدراسه من يشتغلها الارك سوات او الكيو سوات يسوي لك اول فقره الووتر شيد ديلينيشن ويقسم لك منطقة الدراسة إلى سبايزن. أنت ما من الممكن أنه عندك كل تصاريف إلا منطقتك الدراسة أنت مسيطر عليها وضمن بلدك فقط وفحوصاتك انترناشنال، لكن دائما البيانات الهيدرولوجية تعاني من نقص، لذلك تشوف دائما عندنا انسيرتينتي بالنظام الهيدرولوجي. لاحظ السهم منطقة الدراسة مقسمة إلى سبايزن 1 2 3 4 9 و20 سبايزن. أنا صراحة عندي معلومات 3 سبايزنات، فانت تاخذ يا سبايزن متوفر عندك معلومات الدسشارج مالته. انا عندي هنا هيدرولوجيكال ستيشن واقعة ضمن المنطقة الحديثة بالقائم. تمام عيني، هنا واقعة عندي تصاريفها، هنا عندي عدة تصاريفها، فعندي فراح اخذ هذا السبايزن، وعندي سبايزن هنا عندي تصاريفها ضمن سوريا. فانت اي سبايزن متاحة قياساته عندك اخذه. تمام عيني، هاي ضروري الموضوع ننتبه له. بعد ما نحتاج الارك سوات نفتحه لان انا اصلا شوفتكم الصوره، نرجع للبرنامج. فهنا يقول لك يا اوت فلو الواحد هذا المن يرمز الى سب بايزن، رقم السب بايزن نمبر. انا بما انه متوفر عندي مال هذا السب بايزن اروح اغير الرقم،
هو الستاندرد يعطيك اياه لاول سب بايزن. انا غيره، انا عندي السب بايزن بالنسبه لمنطقه دراستي طلع بيها 29 سب بايزن، انا 29 ضمن بلدي فقدرت اشتغل عليه. شغله ثانيه ضروري انه لا، اكو شخص يطلع له فقط 4 سب بايزن، فقط 2 سب بايزن، يعني هاي لها علاقه بتحليل مستجمعات المياه الخاصه بمنطقه الدراسه. نجي الخيار اللي بعده، هذا ال 141 لمن يشير الى النمبر اوف داتا بوينت، هو مطيك الستاندرد 141. تروح انت تفتح الاكسل اللي قلنا تعلمنا نحضره حتى نستدعي البيانات اللي خاصه بالمن للسوات كاب، وتعلمنا شلون ترجعون محاضره مسويتها بالكامل بالفيديو انه هاو تو بريبير الاوبزرفيت او الميجرمنت داتا ديسشارج باستخدامها بالسوات كاب، تمام؟ حتى يمكن هاي المحاضرة حتى أنا أوهيكم عليها. هاي المحاضرة هاي ناية مو كرييت و هاي prepared observed data full measurement موجودة بالكامل بالتحليل 12 دقيقة تقريبا وقت المحاضرة كان. نجي هنا هسه هاي الديتا البوينت ايش يقصد بي؟ يقصد هاي هنا النتائج، يعني كم بوينت أنا سميت هنا 1 2 تنتهي عندي الى شقد الرقم من 2000 الى 2015 192. اروح على سوات كاب اقول له 192 هذا الرقم الستاندرد مالتك ما يلائمني 192، اجي هذني اغيرهن. شلون اغيرهن؟ اروح لهنايه لهذه البيانات اختارهن اختيار واحد، اني اشيلهن ما يفيدوني بعد، اختار اختيار واحد هذولي خلاص هاي اختاريتهم هنا اقول لك كوبي، اروح على سوات كاب هذن الناطيهن بالبرنامج مو صحيحات وانما قيم ستاندرد انت لازم تغيرهن. لاحظ هسه مطيك 141 عينه او قيمه، تروح فقط تذني اوكي. ها هسه ذني تحذفهن تقول تحط بمكانهن البيست اللي انت راح تلصقهن الجديدات. هاي انا اللي زقتهن لهنا يعني سويت لهن بيست. نجي الاوت فلو 3 يقصد النمبر اوف سب بايزن، انا عندي هسه كم سب بايزن؟ فقط واحد، فما لهن داعي ذني، كلهن راح اشيلهن، راح اشتغل انا حاليا على سب بايزن واحد، نتائج مالته عندي بالكامل متوفره. اوكي هسه لهنا كملنا دخلنا الاوبزرفيت داتا وهاي الامور، شو اسوي الخطوات؟ اقولها سيف او سيف ال، تمام عيني؟ دي سيف لك الداتا الخاصه بك. هسه خلصنا من الاوبزرفيد للريتش، نجي على الاكستراكشن، يتضمن لك الفايل اكستراكشن. هسه هاي راح نتناولها وحدها، ما نتناولها الان، يعني هاي نغلقها اللي هي خاصه بالاكستراكشن. هسه احنا اليوم شو تناولنا؟ راح اسوي لكم هذا الفيديو انه هو ضمن فقره الكالبريشن انبوت، تناولنا الباراميتر هذا وحده سويناه، مال تناولنا هاي الخطوة زائد هاي الخطوة زائد الابسوليوت زائد الاوبزرفيشن الاكستراكشن والاوبجكتيف فانكشن والنون اوبزرفيت، راح نتناولهن نحاول خلال هذا الفيديو افضل، حتى يكون هذا الفيديو هي عبارة عن الانبوت كالبريشن انبوت، لكن هذا لانه بشكل مفصل فتناولناه بفيديو وحده، لكن البقية لا قصيرات جدا، بس مجرد تحضير البيانات بالاكسل سويت لكم فيديو لوحده فهنا استدعيتهن. فتجي هنا نكمل الاكستراكشن الامتداد والاوبجكت فانكشن والنون، يعني حتى وراها نسوي اكسكلود او يعني انه نسورا للديتا. هسه الخطوه اللي بعدها شنو نسوي؟ فهسه لهنا خلصنا الاوبزرفيشن اوبزرفيشن ريش، نرجع للاكستراكشن، نجي على اول واحد ندخل عليه، دا يقول الاكستراكشن الفايل كونتينت النيم اوف فاريبل، انت تريد الفلو اوت المن اليا سب بايزن، انا عندي سب بايزن واحد راح اشتغل عليه اللي هو سب بايزن 29، فش اسوي للبقيه؟ كلهن احذفهن خلاص، اقول له سيف، كل خطوه تسويها حاول تسوي لها سيف. بعدين تروح للسب بايزن اللي هو الطريقه اللي هي مال الكالبريشن، نجي الريتش اوت بوت سوات فايل النمبر اوف فاريبل جيت، انت تريد تحصل متغير واحد اللي هو يا هو الدسشارج بالنسبه لي طبعا، لو عندي دسشارج وسيدمنت فاكتب 2. نجي النمبر اوف كولوم يعني اللي استخرجناها اصلا بالاركس وات تقريبا 7، نقدر نقول 7. نجي هنا التوتال نمبر اوف ريتش بالسب بايزن، يعني يقصد بنفس السب بايزن،
ريتش يعني سبايزن ان ذا بروجكت. انا صراحه عندي بمنطقه دراستي كلها بعد ما سويت لها ووتر شيد ديلينيشن بالاركس وات طلع لي 29 سبايزن، وشوفتكم يا بالصوره. نجي النمبر اوف ريتش سبايزن تو جيت الفيرست، يعني شلون توتال نمبر اوف ريتش ان ذا بروجكت. هنا نجي النمبرز اوف ريتش، مو توتال نمبر، هنا أنا واحد النمبر، هم كاتبين ثلاثة. نجي هنا نتأكد من الاثنين، التوتال نمبر اوف ريتش سب بايزن، هنا يريد السب بايزن ان ذا بروجكت، توتال نمبر اوف ريتش عدد الانهار اللي موجودات. نجي هنا النمبر اوف ريتش او السب، هنا تغير تكتب 29، لكن عندك التوتال نمبر العدد الكلي للانهار واحد، عندي نهر واحد اللي هو يمر نهر الفرات. نجي النمبر اوف ريتش سب بايزن، وهنا تقدر لان صراحة اوردر الفار سب بايزن النمبر يعني ما لهن داعي. نجي على هذني، ذني مهمات، ذني البيجنج اللي يعني اول سنة انت راح تبدأ بيها السيموليشن، انا راح ابدأ بالالفية، فتغير هذا الرقم، تكتب الرقم المتوفر عندك حد يا سنة، انا حد سنة 2015. اوكي نجي التايم ستيب، انت شو تريد؟ تريد ديلي تختاره واحد، تريد مونثلي تختار اثنين، تريد ييرلي تختار ثلاثة، فأني مونثلي خلص راح أثبت، هو أصلا دي يقول اثنين اثنين ما عنده مشكلة. تمام عيني، هاي اللي هنا ضروري تنتبه لها، ذني هسه أحد يجيني طيب ذني ليش ما متفعلات؟ الآن أشتغل فقط ضمن الريتش، فنمبر أوف ريتش واحد، هذني هنا هم متكررات، لاحظين هم دي يقول لك النمبر أوف ريتش سب بايزن تو جيت ذا سكند فار يعني فاريبل، إف نو سكند فاريبل ديليت ذس لاين، يعني اذا ما عندك متغير ثاني ذني للمتغير الاول، اذا ما عندك متغير ثاني ذني امسحهن، فهسه راح انا امسحهن اثنيناتهم، مسحتهم انطي ايضا سيف لهاي الخطوه، سيف هلاحظ مني سيف يعطيك هنا بصفحه باللون الاخضر. هسه خلصنا من هاي الخطوه، نجي على الاوبزرفيشن فانكشن، من تضغط عليها راح يطلع لك خيارين، اول شيء هذا اوبزرفيشن تكست، النمبر اوف اوبزرفيد فاريبل هو واحد مكان أربعة، أنا عندي فقط الديسشارج. الأوبجكتم فانكشن أنت شو تريد تطلع لك النتائج؟ المالتي سميشن الكاي سكوير الناش البار الثريت أو الخمس يعني شلون إحنا مثل ما نسميها، شو تريد أنت؟ كم متغير؟ المين سكوير الروت مين سكوير تعددهن إله. الأوبجكتم فانكشن تايب شنو نوعهن؟ ضمن المالتي ضمن الار سكوير ضمن الكاي سكوير ضمن الناش ضمن الناش، فاختاريته هنا. المينيمم فاليو اوف اوبجكتيف فانكشن اللي انت اوف ثريشولد، اقل قيمه تريتها 0.5 واعلى قيمه هي واحد. تمام الاوت فلو، يا اوت فلو انا دا اشتغل عليه، قلنا السب بايزن 29 تمام عيني. نجي يقول لك اعطيني القيم مره ثانيه، انت قبل دخلتهن الى هسه راح هنا نحتاجهن مره ثانيه، نقولهن كوبي، نروح برنامج سواتكا، نفتح يعني ناخذ الخيار نحدده من هنا، كلهن صراحه انا ما احتاج بعد الفلو اوت 3 وفلو اوت، فكلهن احذف، لان انا عندي راح اشتغل على واحد فقط، اوت فلو 7 كله حذفته، ايش اسوي؟ اقول له فقط بيست، راح يلزق لي لاول واحد يسوي لي بيست للاوت فلو اللي انا اعطيته. تمام هم طالب البوينت، اي نعم، ايش قد انا البوينت سبق ودخلته هناك مثل ما تلاحظ 192، اروح انطي اغير ال 141 الستاندرد انطي هنا 192. تمام البرسنتج ميجرمنت ايرور 10% اوف ذا سيبريشن، هاي الامور مثل ما تشوفها هنا تلاحظها. نجي هنا فقط هذا الاوبجكت فانكشن تايب نوعه، تريد هل هو ملتي سميشن الار سكوير الكاي سكوير ناش بار سكوير البي المين بي زائرر، خل اشوف اقدر اعدد لكم اكثر من واحد لو نختار واحد فقط، يعني صراحه انا احتاج الكاي سكوير واحتاج تايبس شنو نوعه، فإذا أمكن إنه نعددهن بس أقرأ لكم الجايد لاين حتى أعرف الوضع إنه بإمكاننا نختار أكثر من
number of object and function اللي على أساس نحدد إنه هذا وصلنا إحنا للكاليبريشن الصحيح غيرها. فخلال قراءة البحوث السابقة أنشأنا هذا الجنرال بيرفور الأداء اللي خاص بالموديل الهيدرولوجي. هن أربعة يحددن استنادا للعالم مورسي اللي هي الار سكوير وناش ستالكيف ناش وبيزا ايرر والروت مين سكوير ايرر. لان الاربعة يحددنهم عندنا الديزاين كريتيريا إلها بحيث احنا نحدد شنو هو. فهسه انا عندي ذني الاربعة فارجع للبرنامج سوات كاب حددتنا 4 2 3 5 8 10. هسه نقول له سيف، سيف لي كل هاي الخطوات، يسيف لك الخطوات اللي انت غيرت بيها. لاحظ هسه انا هاي ما غيرت بيها فخلص حفظ الستاندرد تمام. فقط الخطوة اللي انت غيرت بيها راح يسيفها هو لك تلقائيا. بعد ما تكمل هذه الخطوة ننتقل على اللي بعدها اللي هي راح تقول لك الاكستريت مالتك مال يا اوتبوت. انا عندي فقط لسبويزن واحد فاغير هذا الرقم اسميه 29. بعدين نو اوبزرفيشن ايضا ننتقل لها، راح هنا نجي الاكستريشن الخاص بالريتش. يقول لك سواء طريقة هي نفس السيكوينشال انسرتينيتي في تنبرج تول اوتبوت ريتش النمبر اوف فاريبل تو جيت كم متغير. انا ما اريد متغير واحد. نجي الفاريبل كولومز اللي متوقعها انت بسوات 7. فلو فاريبل توتال نمبر اوف سب بيزن منطقة دراستك للبروجكت كله 29. النمبر اوف سب بيزن تو جيت فيرست فاريبل النمبر اوف سب بيزن تو جيت for the first variable number of subbasin subbasin واحد انا عندي راح اشتغل عليه. subbasin number in the first variable 3 5. هنا number of subbasin to get second variable انا ما عندي صراحة number of variables، يعني هو to get هذا هو 29 the first variable انا ما عندي صراحة هو فقط ال number of subbasin 29 العفو هو فقط 29. Subbasin number to get first variable تمام. هنا هسه نجي البيكنيك نفسها هاي تغيرها، تختار السنة اللي انت راح تبلش بيها والسنة اللي انت راح تنتهي بيها وتنطي تايم ستيب مالتك شنو هو. نجي number of subbasin equal number of subbasin، يعني هذول كلهم مالهم داعي تقدر انت تحذفهم تمام عيني. هسه بعد ذلك راح ننتقل على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها عن هاي الفقرة ايضا تنتبه عليها، دي يقول لك المتغيرات اللي عندك هاي name of variable. شوف هسه مطيك هنا ثلاث اسماء، المياه الجوفية والسيدمنت اوتلت والفلو. فانا صراحة عندي فقط متغير واحد اللي هو يا هو الفلو، فذول شو اسوي لهم؟ احذفهم. لو كانوا عندك مضافين تخليهم وتبقيهم. فانا عندي فقط ذول الاثنين، النيم اوف فاريبل هو الار للفلو تمام عيني. فهسه انت راح يجي هنا يسولف لك على متغير الفيرست والسكند والثيرد، انت ما عندك سكند وثيرد، فش نسوي لهم ذولي؟ نحذفهم. بعد هاي الخطوه شو نسوي؟ بعدها شنو نسوي؟ ننتقل التوتال نمبر اوف سب بايزن، توتال نمبر ان ذا بروجكت 29. النمبر اوف سب بايزن يا سب بايزن انت راح تشتغل عليه حتى تطلع الكالبريشن مال فيرست فاريبل. انا راح اشتغل ضمن يا سب بايزن يا النمبر اوف سب بايزن 29. زين السب بايزن نمبر هسه هاي النمبر اوف سب بايزن هذا العدد الكلي تو جيت فيرست فاريبل هو 29، انا راح اشتغل على السب بايزن 29. نجي السب بايزن نمبر اوف ذا فيرست فاريبل ايش قد قيمته؟ subbasin number of the first variable هذا ضروري نختاره صح. يعني انت هسه يقول لك النمبر اوف subbasin، شو يقصد بها النمبر اوف subbasin؟ كم subbasin راح تختاره من منطقه الدراسه كلها انت حتى تطلع اول متغير؟ كم subbasin؟ انا فقط هسه هذا حاليا متوفر عندي، فعندي subbasin واحد، فراح شو تسوي؟ اكتب فقط واحد، هذا فقط واحد. هذا شو يقصد به النمبر؟ يقصد عدد الصبيزنات اللي انت راح تدخلها للمعايرة حتى تستنتج يعني الفتد اوتبوت. فاني عندي صبيزن واحد. نجي يا صبيزن رقم الصبيزن يا هو من عتين كتبه صبيزن نمبر اسمه، انت مو قلت صبيزن واحد عندي انطيني اسمه رقم 29. لو مثلا كاتب معاني اثنين مثلا اثنين كاتبه، فالمفروض اقول له يا صبين ويا صبين مثلا يجوز 29 و16.
لو كانت مثلا اربعه واللي عندي الاربعه المتوفرات المفروض اقول له يا هو يا هو ويعرفهن. يستدعيهن منين؟ يستدعيهن من الارك سوات، لان هو راح يرتبط مع الارك سوات السوات كاب. اقول له مثلا 29 و16 و14 و9 مثلا، ذن المتوفرات عندي. لكن انا حاليا بالوقت الحالي متوفر عندي فقط ال 29. النمبر اوف سب بيز انتو جيت هاي ما عندي، انا مو قلت لكم انها حددت متغير واحد، شو اسوي لهم ذولي المتغير الثاني والثالث؟ لانه ما عندي احذفهم. لو افترض انت عندك متغيرين تجاوب بس الاول والثاني والثالث تحذفه، عندك متغير واحد تريد تطلعه تخليه فقط هذا، عندك ثلاثه لا تدخلهم ثلاثتهم، تمام عيني؟ هذا الامر ضروري ننتبه له. بعد ما كملنا هاي الخطوات تقول له سيف او سيف اس، شوف لاحظ سيف لك اياها كلهن. شوف هاي ما كتب لك عليها علامه اخضر من هاي الجهه، شنو معناها؟ هي ستاندرد وانت ما غيرت بيها شيء. نجي على الخيار الثاني نفس الشيء، هسه يقول لك الطريقه اوتبوت النمبر اوف فاريبل تو جيت، ايضا غير من هنا، انا اريد متغير واحد. عندك النمبر حتى تحصل انت النمبر اوف كولون، نجي على الفاريبل نيم، ينطيك هاي الفاريبل نيم انت تريد انه شلون تستخرجهن، الخاصات بالفاريبل نيم شنو هي اللي عندك، تمام. التوتال نمبر اوف سب بيزن، التوتال نمبر اوف سينمات، هاي الخاص ضمن من ضمن وكأنه لاند كفر لاند يوز. فاحنا عندنا ثلاث متغيرات رئيسية انا المفروض انه ادخلهن للحسابات او للبرنامج، فانا على هذا الاساس. فهسه نجي نبني هذا الثاني، نجي تقول لك هاي اسماء المتغيرات، انا ما عندي صراحة هيك متغيرات، ارجع للخيار القبله، شنو المتغير اللي عندي؟ اخذه اقول له كوبي، انتقل على اللي جواه وبعده اغير اشيل ذين كلهن، انطي الخيار بيست. نجي هاي ضروري نتاكد من عندها اللي هو نمبر اوف كولوم اللي مستخرجت اني، بس اذكر سبعه بس لا باس انه اذا تاكدنا من عندها. نجي هسه بعدها النمبر اوف فاريبل اللي اريد احصلها، نجي هنا التوتال نمبر اوف سب بيزن ان بروجكت، اني عندي 29 سب بيزن، سب بيزن النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت ان بروجكت. صراحه هاي ما متاكده من عندها، فالمفروض اروح افتح ال يعني البرنامج اتاكد منه، اقول له فايل، اقول له اوبن الووتر شيد ديلينيشن اللي هي صايره ضمن ال هذا الووتر شيد درينيشن. اروح لهنا بس اقرا ريد اوتبوت، اي ثينك هير الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، لانه مش طالب هنا بالسوات كاب، يقول لك توتال نمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت، فهنا المفروض اطلع من هاي الاتجاه. صراحة ما مستخرجتها مسبقا، المفروض اقول له النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت، لاحظ بس هنا اقول له الرايت لما اقرا database update الريبورت، اي نعم هذا الريبورت، الريبورت اقول له نعم، تقول لي انه select شو تريد انت اللاند كفر لو الفاينل هيدرولوجيك ريسبونس يونت ديستريبيوشن، اقول له نعم اريد الفاينل، انا اريد الرقم النهائي فقط. فدي يقول لي الووتر شيد هنا النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت ايش قد مقدارها ككل، هذا هو اقول له كوبي هذا النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس اللي اريد اوصله، اروح للسوات كاب يطلب من عندي النمبر، هو مطني 38 ستاندرد، فالز احط الرقم اللي اني طلعته بيست. ها النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت حتى نحصل فيرست فاريبل هو نفس الرقم.
بيست نفسه. نجي المتغير الثاني والثالث انا ما عندي، فشنو اسوي لهم؟ اسوي لهم ديليت. تمام عيني، هاي سويت لهم. اجي هنا السيموليشن نمبر اغير، اسوي يبلش من 2000 الى 2015، تايم ستيب هو 2. نجي هنا النمبر اوف سبايزن، التوتال نمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت. اذا احد يرجع للتقرير الاعتيادي لاحظ لكل سبايزن هو ده ينطيك السويل وينطيك السبايزنات. هذا يا سبايزن الاول، الاريا، الووتر شيد الخاص بي، السويل، السلوب، الهيدرولوجيك ريسبونس يونت الخاص بي. تمام، فهسه تلاحظ هنا هذا يفيدك الريبورت اصلا، هذا يفيدك حتى بتنفيذ السويل، يعني اللاند يوز لاند كفر، السويل هاي تصنيفاتها، فهذا يفيدك حتى نسبها، يعني هاي الامور تفيدك من السبايزن، نسبة السبايزن كاريا ايش قد نسبته، هاي تفيدك حتى من تكتب بعدين الاطروحة او الرسالة الخاصة بك تستعين بهذا الريبورت، راح يفيدك كلش هواي. فهنا يقول لك انه النمبر، انا صراحة عد السبايزن هو سبايزن 29، يعني اللي هو اخر سبايزن مثل ما نقول. فهسه نجي على السبايزن 29، نصعد للي فوق سبايزن 29، الهيدرولوجيك ريسبونس يونت الخاص بي، السويل والسلوب. الهيدرولوجيك ريسبونس يونت يمتد من هذا الرقم، كم عندي هيدرولوجيك ريسبونس يونت خاص بي بالووتر وبال، يعني عليهم كلهم. فهسه هنا 21 23 31 الى حد هنا تلاحظ 109 110 الى 144، هاي الخاصات فقط بهذا السبايزن. فارجع للسوات كاب، الكلي توتال نمبر اوف سبايزن، اوكي التوتال نمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت ان ذا بروجكت تلقد، لكن التوتال نمبر اوف هيدرو تو جيت ذا فيرست فاريبل حتى نحصل المتغير الاول اللي هم نفسهم الرقم الكلي يدخل، مو مال السبايزن. ماذا يقول لك النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت فور سبايزن اللي جيت، نجي هنا الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اوف ذا فيرست فاريبل رايت ال اكوال تو ذا توتال نمبر، هو راح ياخذها نفس الرقم اللي فوق، فتقول له سيف. بعد ذلك ننتقل على السبايزن، ايضا نفس الشيء نمبر اوف فاريبل تغيره، تقول له 1، الكولوم نمبر انا اتاكد ان هو رقم 1، اتاكد من عنده بعدين واعلمكم اياه. السنو ضمن هذا انا ايضا هاي كلهن ما عندي، عندي فقط الار بيست. عفوا انتقل لل هياته، اقول لك كوبي، انتقل لهنا نفس انسخه باثنين، كوبي، انتقل لهنا اضيفه بيست، وانتقل لهنا ايضا اضيفه انطي بيست. عندي فقط اني هذا المتغير راح اشتغل عليه. تمام، نجي هنا النمبر اوف سبايزن الخاص بمنطقه الدراسه كان عند 29، النمبر اوف سبايزن او فيرست سبايزن واحد فقط راح اشتغل عليه اني. النمبر اوف هيدرولوجيك ريسبونس يونت راح ياخذها ال، النمبر اوف سبايزن تو جي سكند، انا ما عندي سكند فاريبل ثيرد فاريبل، عندي فقط الـ يعني متغير واحد. السيموليشن منين يبدي؟ من 2000 عندي الى حد 2015. تمام، النمبر اوف سبايزن هسه هنايا 29 نمبر، ده يقول لك النمبر توتال نمبر اوف سبايزن، ها النمبر اوف سبايزن حتى نحصل المتغير هذا، نقول له سيف. بعدين ننتقل على الخطوه اللي بعدها، هاي نو لونجر نيد، هنا الخطوة اللي بعتها كذلك، هنا اللي بعتها واللي بعتها، هاي خاصة بالانسرتينيتي. هسه نجي هنا هاي نعرفها، يقول لك النمبر اوف فاريبل تو كالكوليت عدد المتغيرات المطلوبة، احنا الان عندي متغير واحد فقط، فهسه نجي هاي شلون نعرفها، والنمبر اوف داتا بوينت اوف سيموليشن تايم ستيب، هاي ايش تقصد بيها؟ النمبر اوف داتا بوينت، انا عندي 192 داتا بوينت،
هسه راح نجي نوضح لكم اياها شلون تكون هاي الخطوه الخاصه بالobservation. فهسه ننتقل لهاي الخطوه اللي هي خاصه بالانسرتينيتي، واحنا سبق وتناولناها وان شاء الله راح اتناولها لكم بفقره خاصه بالانسرتينيتي وارجع اوضحها مره ثانيه، اللي هي اذا ننتقلها لهنا هاي الخاصه بالكالبريشن اند فاليديشن ضمن السوات كاب. نستخدم احنا الانسرتينيتي يسموها يو 95%. نجي هنا الكوفيشنت هاي التعريفات اللي هاي انسرتينيتي لارج انسرتينيتي ريزلتنج from the modeling of the watershed can be divided in the يعني conceptual model للموديل الفعلي وترجع للانبوت فاريبل والميجر داتا والباراميتر انسرتينيتي. فضمن طريقه السيكوينشال انسرتينيتي فيتنج فاريبل الميثود راح الالت سورس اوف انسرتينيتي راح ندخلها كان بي اكسبرست ك 95% كبيرسنت بريدكشن انسرتينيتي، فهذا هو الرمز الخاص بها از موديل اوتبوت. تمام، هاي ضروري انت تعرف الانسرتينيتي وش اقصد بيها، ولازم تضمن فاكتورين الانسرتينيتي اللي هو البي فاكتور اد ار فاكتور. تمام، وير بي ريلايزد البي فاكتور البرسنتج اوبزرفيد، بينما الار فاكتور الثيكنس يعني الرينج مالتها انه هل هي من ضمنها او لا. على اساس هذا الشيء نحدد انه هذا الاوبزرفيد داتا ريكومندد يعني فاريبل او لا. بس ضمن يعني البحوث اللي يعني هذا يعني ضمن الراوندد مال هذا الباحث ريكومندد الفاليو اوف ذا ديسشارج ار البي فاكتور لازم وذن جريتر ذان 0.7 والار فاكتور اراوند 1. هسه احنا فحتى نعرف شنو معنى هذا الاختصار، فهسه انا عندي متغير واحد دا يقول لك سمي لي المتغير. هنا دا يقول لك كلمه نختص السيديمنت اوتليت. شوف لاحظ هاي المتغيرات اللي يخرج لك اياها البرنامج الايفابوريشن السنو الجراوند ووتر ريتشارج وغيرها. انا صراحه عندي متغير واحد اللي هو دراسه راح تصير عليه، فاذا انا شو اسوي لهن كلهن احذفهن ابقي فقط المتغير اللي اريده، وانا المتغير هذا الار الفلو. تمام عيني، هذا فقط هذا اللي ابقي متغير واحد ار فلو. تمام، النمبر اوف بوينت التايم ستيب، مو اني اخذت كلش قد يتوقف التايم ستيب مالته عند 192، يعني كل شهر يتوقف لمده كذا، لان التايم ستيب مالتي سنوات. فهسه انطي سيف، بعد ذلك انتقل على الخطوه اللي بعده الاكس ريت. شو تريد طريقه الاكس ريت مالتك؟ هسه راح نجي نوضحها بالنسبه للفاليديشن وبالنسبه للكالبريشن. هسه لهنا محاضرتنا لهذا اليوم تكون انتهت، عرفنا شلون ندخل كل هاي الخطوات. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن الكالبريشن انبوت، ضمن الكالبريشن انبوت اللي تضمنت كل هذه الخطوات، تمام، ضمن الكالبريشن انبوت اللي تضمنت كل هذه الخطوات، لاحظ ضمن كلهن ضمن الكالبريشن انبوت اليوم كملناها لهنايه، ضمنت كل هذه الامور. اذا عندك سؤال او استفسار راسلني على القناه حتى او اترك لنا سؤال ضمن الكومنت الخاص بهذه المحاضره حتى نعرف نجاوبك عليه. ان شاء الله المحاضره القادمه راح نسوي الاكستريشن فايل شيء يتضمن حتى نسوي نفعل طريقه الكالبريشن. تمام، حتى فدا يقول لك هنا حتى تتفعل اضغط F5. فان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم نقدر نقول انه انتهت. اذا عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلنا على القناة، فان شاء الله حتى نقدر احنا نجاوبك وخاص بها، وان شاء الله نتواصل وياكم ضمن سلسلة السوات كاب للمحاضرات القادمة ان شاء الله، حتى انه نقدر نكمل هذه السلسلة الى نهايتها. استودعكم بأمان الله وحفظه، ونلتقيكم ان شاء الله بمحاضرات اخرى.